بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في المحاضره الثالثه من سلسله الاربع محاضرات اللي خاصه بتاريخ ماده العلوم الهندسيه لطلبه اعدادي. المحاضره دي هتختص اساسا بنهر النيل وروافده. لازم نعرف احنا كناس مهندسين نهر النيل ايه هي الروافد بتاعته، كميات المياه اللي بتيجي قد ايه، وايه هي المشاريع المقامه على نهر النيل، وايه هي المشاريع اللي ممكن اقامتها لاستقطاب الفواقد. فده الغرض الاساسي من هذه المحاضره. المحاضرة هبدأ بالأول أتكلم معاكم في معلومة أساسية اللي هي التخزين. التخزين فيه ثلاث أنواع، فيه تخزين يومي زي مثلا بتعمل خزان عند في بيتكم مثلا، إنك أنت بتستعمل المية على أساس إنك أنت تستعملها على مدار يوم أو يومين، أو فيه تخزين سنوي إنك أنت بتخزن المية في وقت معين من السنة زي المنحنى اللي أنت قدامك ده. يعني مثلا نهر النيل إيراده في أشهر ما هي من أغسطس لأكتوبر أو نوفمبر بيبقى أعلى من احتياجاتنا، يعني الخط اللي منقط ده الدوتد لاين ده الاحتياجات المائية. فاحنا قبل السد العالي لما كنا بنعمل خزان اسوان سنه 1902 كان عندنا تيبيكال انه ده شكل ايراد نهر النيل اللي بيجي لنا، ولكن احتياجاتنا بتختلف. احنا في شهر 7 بنزرع الرز فمحتاجين ميه اكتر من الايرادات اللي عندنا، فيهمنا جدا اننا نعرف انه في حاجه اسمها منحنى الايراد او منحنى التصرف اللي داخل عندنا، بينما الاحتياجات المائيه بتختلف. فالفكره الاساسيه انك انت مجرد بتحاول تعمل خزان انك انت تخزن المياه الفايضه عن حاجتك في الفتره ديت زائد الحته الصغنطوطه ديت، وتقدر تستعمل المياه ديت في فتره الايه العجز. ده اللي بنسميه التخزين السنوي. والنوع الثالث من التخزين اللي هو التخزين بعيد المدى، انك انت بتخزن ميه في سنه معينه عشان تستعملها بعديها بعده سنوات. يعني ممكن تخزن ميه سنه 2010 عشان تستعملها في 2017، ولكن الفكره الاساسيه من التخزين هي ديت المشكله، لانه ايراد نهر النيل هو متوسط 84 مليار متر مكعب عند اسوان، ولكن الرقم ده مش ثابت، ده متوسط، فممكن يقل ويزيد عن هذا الرقم. فاحنا كدوله ما يقدرش اقتصادنا يعتمد على التغيرات ديت، فلذلك جت الفكره من السد العالي. فالتلت الاخير من المحاضره هتكلم على مشروع السد العالي بالتفصيل، ولكن نبدا دلوقتي في موضوع نهر النيل. لازم تكون عارف ان احنا عندنا في مصر زي ما قلنا في المحاضره اللي فاتت، المحاضره رقم 2، ان احنا بنستعمل تقريبا 81 مليار متر مكعب، منهم ايرادنا من نهر النيل في حدود 55.5، وبنعيد استخدام تقريبا 22 مليار. اما المياه الجوفيه واستخدامات مياه الصرف الصحي والاستخدامات الاخرى سواء من تحليه مياه البحر تعتبر مهمله، او كمياتها تقريبا ولا حاجه من كميه استخداماتنا. لكن 55.5 يعني احنا بنعتمد على نهر النيل اعتماد كلي بنسبه تتخطى ال 95%. الكلام ده بيستعمل فين؟ في المجال الزراعي، استخدامات المياه المنزليه، في المجال الصناعي، وتقريبا القطاع الزراعي في مصر هو المحور الاساسي لاستخدامات مياه الري في مصر. الزراعه يعني اكل، يعني كل الاقتصاد 40% من القوه العامله في الشعب بتعتمد على الانتاج الزراعي. 87% من المياه اللي بتجينا من اثيوبيا من خلال ثلاث روافد هنشوفهم على الخريطه دلوقتي، النيل الازرق، نهر عطبره، ونهر الصوبات. الفرق لازم نكون فاهمين الفرق بين المياه الزرقاء والمياه الخضراء. يعني ايه المياه الزرقاء؟ المياه الزرقاء يعني ال 84 مليار اللي هم بيجوا عند اسوان، اللي وفقا لاتفاقيه سنه 1959 مصر بتاخد منهم 55.5، والسودان بتاخد منهم 18.5، وفي 10 مليار بحر من مسطح البحيره. لكن ال 84 مليار دول يمثلوا كام في الميه من الميه اللي بتنزل على نهر النيل؟ تقريبا في حدود 5%، لانه كميه الامطار اللي بتنزل على حوض نهر النيل بتتخطى حاجز ال 1660 مليار متر مكعب، اللي بيجي عند اسوان مجرد 5% من كميه الميه دي. الميه دي كلها بتروح فين؟ هنشوف الكلام ده كمان شويه. الدول الاساسيه اللي احنا اثيوبيا بتعاني من بعض الاحيان من الجفاف، عندها مشكله في الطاقه وعندها احتياجات للتنميه. السودان بتعاني من الفيضانات، عندها مشكله في الرواسب، عندها التوسعات الزراعية عايزة تعملها، ولكن ده ما يقدرش يتأتى إلا عن طريق انتظام عمليات الري، وعندها برضو مشكلة في الطاقة. فالعملية مرشحة المشكلة دي للتصاعد بين الدول الثلاثة، ولكن في إطار التفاهم والتعاون اللي احنا ملاحظينه في الفترة الأخيرة المشكلة دي إن شاء الله إيه؟ إن شاء الله بإذن الله تبقى إيه محلولة. لكن أهمية نهر النيل إن هو مصدر مائي مشترك لعدة دول مش لمصر بس. وده مصدر مائي، مصدر طبيعي او مصدر من مورد من الموارد الطبيعيه اللي عليها صراع حاليا، مش لسه هيبقى عليها صراع، عليها صراع. في مصر احنا عندنا تقريبا محطات الكهرباء بتاعتنا 32 جيجا، السودان 3 واثيوبيا 1، فواضح طبعا مستوى الاقتصادي من مصر مقارنه بالسودان مقارنه بايه؟ باثيوبيا. ادي حوض نهر النيل. حوض نهر النيل
كان لو جيت كلمتني من 10 سنين او من قبل سنه، قبل ما اريتريا كانوا 9 دول بقوا 10 دلوقتي، احنا حاليا 11 دوله. الدول عباره عن ايه بقى؟ مصر ادي الدوله الاولى، السودان ديت ادي اتقسمت لدولتين، في دوله شمال السودان وجنوب السودان ادي كده 3، اثيوبيا 4، اريتريا دي دولة موجودة هنا ولكن ما هياش بتشارك بمساهمة كبيرة، هي عبارة عن رافد صغير جدا اللي بيدي على حوض نهر عطبرة، ادي 5. وفي الدول اللي هنا كينيا، اوغندا، تنزانيا، رواندا، بروندي، الكونغو الديمقراطية. فدي مجموعة الدول اللي على حوض نهر النيل اللي هم عددهم 11 دولة. ال 11 دولة دول بيتشاركوا في الموارد المائية، ولكن مش كل الروافد بتبقى زي بعض. ادي نهر النيل الاساسي اللي انتوا شايفينه اللي جاي من الناحية دي هنا كده، في عندنا نهر هنا اسمه نهر عطبرة، والنيل الازرق اللي هو بيطلع من بحيرة هنا في النص اسمها بحيرة تانا، وادي النيل الابيض الرئيسي، وهنا عندنا بحيرة كبيرة جدا اسمها بحيرة فيكتوريا، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل. فكمية المية اللي بتيجي من الحتة دي اللي بتجي لنا احنا 87%، اما من المنطقة دي كلها ما بيمثلش اكتر من 13-14%. ليه؟ لانه هنا في منطقة اسمها منطقة المستنقعات بتضيع فيها كميات مياه ضخمة جدا. نهر النيل يعتبر اطول انهار العالم، لكن مش معناها انه اكثرها غزارة في المياه. فيها بحيرة اكبر بحيرات المياه العذبة في العالم، وعندها برضو معاهدات تاريخية، oldest and most controversial treaties. controversial يعني جدلية، يعني في ناس بتعترض على المعاهدات اللي تم توقيعها، وهنتكلم على الموضوع دي. وبرضو مهد للحضارات الأساسية، حاليا بيعيش فيها تقريبا في حدود 250 مليون نسمة، مرشح للزيادة إلى 300 مليون نسمة بعد من سنة 2025. وادي الدول، ولكن من الملاحظ انه من الدول دي كلها في 9 من أفقر 15 دولة في العالم، 9 موجودين في حوض نهر النيل، اقتصادهم ضعيف جدا. وفي عندنا برضو لازم نكون عارفين ان التصرفات اللي عندنا نهر النيل التصرفات بتاعته متذبذبة على مدار الاعوام. تقريبا لو حبينا نقارن نهر النيل اللي هو ال 84 مليار دولار بيجوا عند اسوان، تقريبا 2% من نهر الامازون. عارفين نهر الامازون ده فين؟ ده في امريكا اللاتينية. او 6% بس من نهر الكونغو، او 12% من نهر اليانجيتسي اللي هو في الصين، او 17% من نهر النايجر، او 25% من نهر الزامبيزي. يعني كمية المية بتاعت نهر النيل قليلة. دايما كنا بناخد في المدرسة نهر النيل اطول انهار العالم، اطول انهار العالم، لكن كمية المية بتاعته ما هيش تعتبر ولا حاجة جنب الانهار التانية. فدي نقطة لازم نكون عارفين الكلام ده كويس. تقريبا اثيوبيا في بعض الاعوام ممكن مساهمتها في مياه نهر النيل بتوصل ل 95% لما يكون المنطقة الهضبة الاستوائية دي تعاني من جفاف، ولكن تقريبا نقدر نقول في المتوسط على مدى القياسات اللي عندنا على اخر 145 سنه، تقريبا اثيوبيا بتساهم بنسبه 87% من ايراد نهر النيل اللي عند اسوان. في تحديات كبيره جدا على نهر النيل، وهنحكي الحدوته دي بالتفصيل. لما نهر النيل دلوقتي مش زي من 100 سنه فاتت، مش زي كمان 100 سنه، لانه في عدد السكان بيزيد. احنا السنة اللي فاتت كانت مصر ترتيبها رقم 15 على العالم من عدد السكان، كان عدد سكاننا 88 مليون وشوية، ولكن السنة دي مصر تراجعت للمركز ال 16 وحلت محلها اثيوبيا. يعني عدد السكان في اثيوبيا حاليا اصبح رقم 15 ومصر رقم 16. نسبة الزيادة السكانية في اثيوبيا بتعدي ال 4%، ومعتقد ان هما من سنة 2050 عدد سكان اثيوبيا هيتخطى ال 200 مليون، فده بيدي بريشر رهيب جدا على متخذ القرار عندنا في مصر، انه دولة زي اثيوبيا عدد السكان لما يزيد، تخيل ربع مليار نسمة عايشين في المنطقة دي، اكيد هيبقى عندهم احتياجات مائية، خصوصا انها دولة فقيرة جدا وما عندهاش اي مورد غير مورد المياه. فده برضو بيدي بريشر علينا عريف جدا في مصر، خصوصا ان المياه اللي بتجينا هنا بتعدي الحدود خط عرض 22 كلها بدون استثناء جاية من الجنوب. بدأت الموضوع انه في اتعمل اتفاقية اطارية Cooperative Framework Agreement هنتكلم عليها برضو، والاكبر التحديات اللي هنتكلم عليها المحاضرة الجاية اللي هو سد النهضة الاثيوبي، اللي هو المشروع العملاق اللي اثيوبيا عايزة تعمله، وحنشير اليه في هذه المحاضرة بالتفصيل ان شاء الله. ارد بس على الموبايل. فالسلايد ديت مهمة جدا، انها يهمنا جدا انك تعرف في السدود العملاقة المقامة على نهر النيل. طبعا اكبر هذه السدود هو سد العالي اللي في مصر. السودان عندها 5 سدود من الـ8 الكبار المقامين. سد مروي في السودان ده حديثا اتعمل في 2007، ده بيخزن 12 مليار.
سد جبل الاولياء دي مصر عملته سنه 37. سد جبل الاولياء موجود هنا قبل الخرطوم بالظبط، ادي يعني دي مدينه الخرطوم، ادي النيل الازرق اهو، وادي نهر عطبره. نهر عطبره بيدي 14% من الميه لمصر، والنيل الازرق تقريبا 56%، والنيل الابيض النسبه اللي باقيه لتقريبا 30%. بس ال 30% دول جايين من السباط، هنشوف الكلام ده بالارقام بالتفصيل، انا عايزكم تحفظوها. فعندنا السد ده اسمه سد جبل الاولياء. في على النيل الازرق السودان عندها سدين، سد سنار وسد الروسيرس. سد سنار اهو وسد الروسيرس اهو، الروسيرس اسف اهو. اثيوبيا حديثا في 2009 عملت سد على عطبره اسمه سد تيكيزي، ده تقريبا 12 مليار متر مكعب. وعندها برضو سد، ده في السودان بقى، عندها سد جديد اسمه سد خشم القربة، بس بيسموها خشم الجربة. ده سد صغير، بس السد ده اتسد بالرواسب، بكميات الرواسب الضخمة جدا اللي بتيجي من خلال نهر عطبرة. وأوغندا عندها عند مخرج بحيرة فيكتوريا هنا خزان أو سد أوين موجود. فدول الثمان سدود. وفي السد الكبير اللي هو الاثيوبيا عايزه تعمله هنا على الحدود، اللي هو سد البوردر او سد الحدود، وفي مجموعه ضخمه من السدود الاخرى هنتكلم عليهم بالتفصيل في المحاضره الجايه. لكن دي المنشات الكبرى المقامه على نهر النيل. الوضع الطبيعي لنهر النيل، هي دي الرسمه اللي هي حوض نهر النيل ال 11 دوله. وعايزك تيجي معايا في رحله من بحيره فيكتوريا. بحيره فيكتوريا انا عايز الرسمه دي تبقى عارفها، سكتش يترسم كده. بحيره فيكتوريا مساحتها تقريبا 67,000 كيلومتر مربع، يعني تقريبا 3 اضعاف مساحه الدلتا في مصر. بينزل عليها كميه امطار ضخمه جدا، 114 مليار متر مكعب. ال 114 مليار متر مكعب بيطلع منهم فواقد 92 مليار، يعني اللي بيخرج منها تقريبا في حدود 20.4 مليار. ففي كميه فواقد ضخمه جدا في بحصات بحيره فيكتوريا. في هنا بحيره تانية اسمها بحيره كيوجا بتدي تقريبا 1.3 مليار، فلما تيجي تجمع الاثنين دول مع بعض يديك تقريبا 21.3، ولكن بيوصل للاخر 19.5، لانه في كميه فواقد فيها. هنا عندك بحيره ادوارد بتدي لبحيره البرت، فبحيره البرت بيجي لها نيل فيكتوريا، نيل فيكتوريا، وبيخرج منها من هنا عندك بيخرج منها 29 مليار، يعني كل الهيصه ديت كميه الامطار الضخمه جدا بتطلع من هنا ايه؟ 29 مليار. 29 مليار دول بيخشوا على منطقة اسمها منطقة المستنقعات. في عندك نهر السباط ده جاي من اثيوبيا، وبحر الغزال ده جاي من منطقة غرب جنوب السودان، وعندك بحر الجبل وبحر الزراف. فكانت الحكومة المصرية سنة 1979 فكرت انها تعمل قناة اسمها مشروع قناة جونجلي، بحيث نعمل ترعة تاخد كمية مية في حدود 4 مليار، بحيث اننا نوفر الكمية دي بدل ما بتخش بتضيع في المستنقعات. والمشروع ده خلص منه في حدود 80%، بس وقف لاعتبارات سياسيه قامت الحرب في جنوب السودان، غير اننا احنا رحنا هناك نعمل القناه وتقريبا 360 كيلو دون التشاور او التفاهم مع اهل المنطقه ومراعاه، لان الناس في جنوب السودان هناك بيعتمدوا على الرعيه اساسا، موضوع يعني هم بيتحركوا بالعرض، فهم محتاجين كباري انها تتعمل. طبعا احنا جينا نعمل المشروع اللي هو بتاع قناه جونجلي ما كناش عاملين اي اعتبار للدراسات الاجتماعيه في المنطقه، ولذلك طلعوا على المهندسين بتوعنا ايه ومشوه من سنه 83، ولحد دلوقتي المشروع ده ايه واقف، مع انه خالص منه تقريبا 75%. فده مشروع قناه جونجلي، ده من ابرز المشروعات لاستقطاب الفواقد، انه هيوفر 4 مليار متر مكعب في السنه، ممكن توزيعها مناصفه بين مصر والسودان. المهم يجي عندك من هنا كل الهيصه دي اللي هم الست دول اللي احنا اتكلمنا عليهم، اوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبروندي والكونغو، بيدوا 14.7 مليار عند مدينه مشهوره جدا اسمها مدينه ملاكال في جنوب السودان. ونهر السباط اللي هو جاي من اثيوبيا بيدي 12 مليار، فيبقى عندك كام التوتال؟ في حدود 26.7. اللي بيوصل عندك عند الخرطوم منهم 24 مليار متر مكعب، مع 50 مليار من النيل الازرق اللي احنا قلنا عليه خزان السنار والروسيرس، والمفروض دلوقتي هنا في خزان سد النهضه اللي عايز يتعمل، وفي عندك نهر عطبره فيه 12 مليار. ف
فيبقى عندك 12 و50 ادي كام؟ 62. 62 مع ال 24 ادي 86، اللي بيوصل منهم عند اسوان الايراد الطبيعي لنهر النيل عند اسوان 84 مليار متر مكعب. ال 84 مليار دول وفقا لاتفاقيه 59، مصر بتاخد 55.5 والسودان 18.5، تلاقيهم 74 مليار. امال ال 10 مليار الفرق دول ايه؟ دول البحر من مسطح بحيره السد العالي. فده الفكره، الرسمه دي انا تهمني جدا انك انت تكون عارف اربع اسامي انجليزي: فيكتوريا، كيوجا، ادوارد، البرت، سد اوين، زي مايكل اوين اللي هو كان بيلعب قبل كده في منتخب انجلترا. فكل الاسامي دي تكون عارفها. وعندك هنا بحر الغزال، الجبل، الزراف، مشروع قناه جونجلي ونهر الصباط. الارقام اللي بالاحمر دي لازم تكون عارفها عشان بعد كده لما نيجي نتكلم بعد الاذان بقى. رجعنا بعد الفاصل. فهو دلوقتي يهمني جدا في الرسمه دي الارقام اللي بالاحمر دي، ال 84 دول اللي بيجوا لنا، 12 مع 50 مع 12 دول الميه اللي بتساهم فيهم دوله واحده اللي هي اثيوبيا، 12 من عطبره، 50 من النيل الازرق، 12 من الصباط. بقيه الدول السته اللي هي اوغندا، رواندا، بروندي، كينيا، تنزانيا، كونغو، ما بيساهموش الا في ال 14.7. فده يديك اهميه نسبيه للدول بالنسبه للايراد. مصر بتساهم كام في ال 84 مليار؟ صفر. احنا ما عندناش ميه بتنزل امطار او تساقط امطار. فالكلام ده، المعلومات ديت لازم تكون اساسيه. يعني احنا هنا عندنا اللي بيعدي عندنا في مصر من كميه الميه كلها احنا ملناش اي مساهمه فيها، لان مصر مقامه في منطقه صحراويه، فكميه الميه اللي بتيجي عندنا ولا حاجه. فال 84 مليار دول جايه من الدول كلها، بس كل دوله بتساهم بنسبه مختلفه. فالرسمه دي انا بالنسبه لي مهمه جدا، انه اي واحد مهندس يبقى عارف انه في حاجه اسمها عطبره ونيل ازرق والصباط وبحر الغزال والجبل والزراف. مجرد سكتش، مش عايز مسارات الرسمه دي، انا عايز الرسمه ديت. بحيره فيكتوريا، وعندك نيل فيكتوريا والبرت وادوارد، الاسامي ال 15 20 اسم دول مع الارقام اللي متبروزه بالاحمر دي اللي تهمني جدا انك انت تكون ايه؟ عارفها. دي شكل رسمه بالتفصيل. ادي نهر الصباط مع ملكال مع بحيره نو مع بحر الجبل والزراف، وادي مشروع قناه جونجلي اللي كانت عايز تتعمل والمشروع اللي وقف. ده المشروع ده يمكن هيساهم مساهمه ممتازه في زياده ايراد او استقطاب الفواقد في نهر النيل. في عندنا هنا برضو في احد المستنقعات اسمها مستنقعات مشار وتكسير الانهار. يعني في 10 افكار لاستقطاب الفواقد، من ضمنهم اقامه خزان موازنه على بحيره تانا، وهنستعرض الكلام ده. يعني عايز اقول ايه؟ انه لابد انه الدول دي كلها تتحد مع بعضيها لاستقطاب كميات ضخمه جدا من الفوائد. احنا قلنا اللي بيوصل عندنا تقريبا 5% ل 84 مليار دولار، 5% من كميه تساقط الامطار على الحوض. وال 5% دي السودان بتاخد الربع واحنا ثلاث ارباع. ادي رسمه طبعا بالتفصيل عشان تكون متخيل. بحيره فيكتوريا اللي هي مساحتها 67,000 كيلومتر بيطلع منها نيل فيكتوريا، وادي كيوجا، والاثنين دول بيدوا في بحيره البرت، وبحيره البرت بيطلع لبحر الجبل، وادوارد بتدي بحيره البرت كميه ميه. لازم نشوف الكونتريبيوشن. الارقام دي تقريبا بنظره اخرى، الصباط بيدي 11.5 مليار اللي هي 12، والنيل الابيض عطبره بيدي 11، التوتال ال 84 دي بحسبه ارقام تانية مختلفة. ولكن برضو ال 50 ديت هي مش 50 قوي، يعني هشوفها الكلام ده. يهمني جدا انك انت كتير قوي بيسالوا النيل الابيض الازرق اللي جاي هنا والنيل الابيض ده عند ملتقى عند مدينه خرطوم اللي اسسها محمد علي باشا. فادي صوره جميله جدا من السودان بيوريك عند نقطه تلاقي النهرين، ادي كده الصوره خير دليل. ده النيل الايه؟ لونه ابيض، وده لونه ايه؟ ازرق، وده تلاقي النهرين النيل الابيض مع الازرق في قلب مدينه الخرطوم. بدات الحدوته اللي هو الصراع المقام حاليا من اول حاجه اسمها ان بي اي او نايل بيزن انيشيتيف او مبادره حوض نهر النيل سنه 99 في مدينه دار السلام في تنزانيا. اجتمع وزراء الري في الدول حوض النيل التاسع ساعتها، وكان معانا برضو كان في اريتريا بعديها، وتم توقيع اتفاقيه اطاريه. الهدف الاساسي ايه؟ الفيجن، الرؤيه بتاعتي تو اشيف اننا نوصل سستينبل، استدامه في السوشيو ايكونوميك ديفلوبمنت، يعني التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه ثرو ايكويتابل يوتيلايزيشن، التوزيع المتساوي. في فرق بين ايكويتابل وفير
متساوي او عادل. بس كلمة متساوي يعني لما تيجي تكون مثلا مصر بتاخد قد ايه، ما تقولش بتاخد انها كمية كل المية بتاعت النيل، لا مصر احنا بناخد 3/4 ال5%، وبقية الدول بينزل عليهم كمية امطار تتخطى اضعاف اضعاف اللي بتنزل على مصر. يعني مثلا النيل الازرق اه صحيح بيدي 50 مليار بيطلع من اثيوبيا، بس بينزل عليهم امطار 400. فالحته دي محتاجه تفسير. اند اكويتابل استخدامات اند بنفيت فروم ذا كومن نايل بيزن ووتر ريسورس، ان الدول كلها تتفق انها تاخد مكاسب من مياه نهر النيل. فدي اصل المشكله، انه حصل او يعني ما كانش فيه روح التفاهم انه فعلا يحققوا الفيجن بتاعت الكلام ده. ولذلك انفصلت 6 دول وعملت حاجه اسمها سي اف اي كوبريتيف فريم ورك اجريمنت في سنه 2010. مصر طبعا ما اشتركتش في الموضوع ده لاعتراضها على اساس انه كانوا عايزين لو اي مشروع يتعمل بالاغلبيه، طبعا بالاغلبيه احنا دوله ليها طبيعه خاصه، يعني لو عايزين يعملوا سدود ويستعملوا الميه الاغلبيه اديت 10 دول على مصر او معانا السودان كمان، يبقى خلاص الموضوع ايه كذا. فاحنا المفروض كان بالاجماع او بموافقه مصر على الكلام ده. بالاضافه ان المشكله الثانيه عدم الاعتراف بالاتفاقيات الموقعه سابقا، ودي عليها مشكله كبيره جدا. ولكن الصراع احتدم من مايو 2010 انه مجموعه من 6 دول على النيل ما عدا الكونغو والسودان ما وقعتش على هذه الاتفاقيه. وقعوا الاتفاقيه ديت جميع الدول ما عدا طبعا مصر. وتصاعدت المشكله مع اعلان اثيوبيا انها عايزه تعمل خزان سد النهضه، واللقاء اللي انتم طبعا كلكم عارفينه اللي هو ايام الرئيس السابق محمد مرسي والتهديد بالحرب. فده كانت قمه الازمه في احد المشكلات مع المصدر الاساسي لحياه المصريين اللي هو نهر النيل. اتشكلت حاجه اسمها انترناشونال بانل اوف اكسبرت او لجنه الخبراء الدوليين عشان تدرس فكره السد النهضه الاثيوبي دي، وطلعت تقريرها في 2013 في 31 مايو. وبعد كده بدات العمليه باتفاق تاني بين ده رئيس وزراء اثيوبيا هيلا مريم دي سالين مع الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي في 26 يونيو 2014 في مالابو عاصمه غينيا الاستوائيه. اتفقوا انهم هيعجلوا بالتفاهم المشترك واللي تم التوقيع عليه في 23 مارس 2015 حاجه اسمها Principles of Agreement او اتفاقيه المبادئ الاساسيه. اتفاقيه المبادئ الاساسيه هم 10 مبادئ على موضوع بس سد النهضه، ان الاتفاق ان ال3 دول مصر واثيوبيا والسودان. ليه بنقول مصر واثيوبيا والسودان؟ نرجع تاني انه بقيه الدول ده حوض النيل الشرقي اللي احنا بنسميه حوض النيل الشرقي، في اثيوبيا والسودان، شمال السودان، جنوب السودان ملاش علاقه، يعني جنوب السودان تحت الحته دي، احنا بنتكلم عن النيل الازرق او عطبره، دول مع مصر وشمال السودان واثيوبيا واثيوبيا ال3 دول دول. لكن جنوب السودان وال6 دول الاستوائيه اللي هم كينيا واوغندا وتنزانيا ورواندا وبروندي والكونغو ليس لهم اتفاق، لانه طبعا احنا المصدر الاساسي ادي 50 مليار و12 50 مليار اثيوبيا عايزه تعمل سد هنا. فالاتفاق الاساسي كان في اتفاق المبادئ المشتركه، اعلان المبادئ المشترك اللي كان بينص على 10 مبادئ. ال10 مبادئ دول تقريبا منقولين من اتفاقيه الامم المتحده للاستخدام الدولي للمياه، اتفاقيه على التعاون، اتفاقيه على التنميه المستدامه، اننا ما نسببش، ما فيش حد يسبب significant damage او harm يعني ضرر بالغ. برضو ضرر بالغ دي تعريفها ايه؟ هل هي متر مكعب مليار ولا 10 مليار؟ طبعا مصر ما تستحملش ان حصتها تقل ولا حتى متر مكعب واحد. Fair and appropriate use. Fair principle of fair يعني ايه؟ العادل والاستخدام المنصف للمياه. فاختيار اللغات دي مهمة جدا. فكلمة fair برضو الكلام ده كلمة fair تفسيرها ايه؟ مش متوضحة في صيغة ارقام للمهندسين. انا بتكلم على المشكلة اللي ممكن تحصل. Principle of dam storage reservoir، الملء الاولاني للخزان ده ممكن يسبب لمصر مشكله لو قعدوا يملوا الخزان باسرع ما يمكن، ولكن ده تشغيله انه هيفضوا الخزان ازاي. اهم عنصر من البرنسبل اوف اجريمنت اللي هو بيلدينج تراست، اننا نبني الثقه بين ال3 دول، خصوصا انه ايه في عدم ثقه بين الدول الثلاثه. ودي في حد ذاتها اننا قبل يعني 23 مارس الموضوع ده يوصل، فاعتقد ان هو حاجه كويسه. ده في وقت المحاضره انا بقول الكلام ده. وبعد كده ذا برنسبل اوف اكستشينج، تبادل المعلومات والبيانات، دي مهمه جدا، يعني ما يكونش كل واحد معاه المعلومات والبيانات مخبيها.
principle of dam security، ان السودان بتهتم قوي بالنقطه دي، لانه السد ده لو انهار هيسبب كارثه بالنسبه لهم. واحترام سياده الدول والاتحاد بتاع الدول، يعني مفيش حد يحاول يفكك دوله او يعمل عليها مشاكل. وبعد كده principle of peaceful settlement of disputes، يعني لو احنا عندنا مشكله نحلها ازاي؟ نحلها عن طريق peaceful settlement، الحل السلمي. وده principle مهم جدا، احنا في 2015 ودوله متحضره، فالكلام ده بعكس مكان ايه في ناس بتطرح الموضوع ده، ده غير وارد في الحل ده، لكل حاجه قابله للحل على ترابيزه الايه المفاوضات. تاريخيا اتفاقيات نهر النيل في اكتر من 15 او 14 اتفاقيه، من 1891 اتفاقيه مبنيه بين انجلترا وايطاليا، وبعد كده اتفاقيه 1902 بين بريطانيا مع اثيوبيا. خلي بالكم الدولتين الوحيدتين اللتين لم تحتل على مستوى العالم هو المملكه المتحده واثيوبيا. اثيوبيا بتعترض، يقول لك دي اتفاقيات استعماريه. استعماريه ازاي؟ اذا كان هم عمرهم ما كانوا مستعمرين. يعني الدوله الوحيده اللي في افريقيا التي لم تحتل او لم تستعمر هي اثيوبيا. ولذلك الاتفاقيه دي بتاعت 1902 بتنص صراحه بعدم اقامه او التعرض لتصرفات نهر النيل، ده في البند الثالث من ضمن 17 بند. و البنود التانية بتنص على تحديد الحدود، فهم ما يقدروش يقول لك لا البند ده احنا مش معترفين بيه، احنا عايزين البنود التانية نعترف بيها ما عدا بند توزيع المية. برضو في ترايبارتايت، معاهدة بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا، لانه فرنسا كانت ماسكة الكونغو باتفاقية. طبعا بريطانيا كانت في هذه الحالة بتأمن مصالحها اللي في مصر والسودان، فعملت جميع الاتفاقية دي. سنة 29 تم عمل اتفاقية بين مصر والسودان انه مصر تاخد 84 مليار والسودان تاخد 4. لما جينا نعمل السد العالي عملنا اتفاقية بين السودان ومصر، فاحنا اخدنا من 84 اخدنا 7.5 والسودان اديناها 14.5 وفي 10 مليار بخر. طب الاتفاقية بتاع 29 كانت 52 مليار والاتفاقية بتاع 59 ادي كده 84 مليار، حط عليهم ال 10 بخر، ال 32 مليار فين؟ دول المكسب الاساسي من السد العالي. يعني المكسب الاساسي من السد العالي ان هو قلل الفواقد بتاعت نهر النيل. 32 مليار دول كانوا بيروحوا ازاي؟ بيفيضوا في الاراضي المصريه وبينزلوا للبحر الابيض الايه المتوسط. وبرده في اتفاقيه تم توقيعها بين ميليس زيناوي لما كان رئيس جمهوريه في اثيوبيا قبل ما يبقى رئيس وزراء، لانه اثيوبيا غيرت النظام بتاعها، بدل من نظام رئاسي بقى نظام برلماني. اتوقعت سنه 93 وبتنص على عدم الضرر بين التصرفات مياه نهر النيل، ودي اتفاقيه مهمه جدا في الموضوع. وبعد كده نايل بيزن اللي هي مبادره حوض نهر النيل سنه 99. وفي قواعد في القانون الدولي، قواعد هلسنكي، البروتوكول اللي سنه 95 اونشيرد مشترك توزيع مصادر المياه المجاري المياه المشتركه، وفي سنه 97 يو ان يونايتد نيشن كونفنشن ازاي استخدامات المياه المشتركه. سنة 2011 بدأ بقى ايه السد الاثيوبي اللي هم بيفكروا فيه انه عايزين يعملوه، واعلنوا ان هو 14 مليار وزودوا الساعة 50 و 64 و 74. وبعد كده طلع التقرير هيئة الخبراء الدوليين اللي بينص على استكمال الدراسات المهمة. وسنة في مارس 2015 حاليا، يعني من شهرين تقريبا او 3 شهور، اعلان المبادئ المشتركة، وتم الاتفاق على انه هيلجأ لتحكيم او في هنلجأ الى مكتبين استشاريين كبار لم يعلن عنهم بعد، بس غالبا هيبقوا بي ار ال من فرنسا وديلتارس من هولندا، انهم يعملوا الدراسات الكامله بحيث يدرسوا كميات تدفقات المياه والاعتبارات البيئيه الانفايرومنتال والاعتبارات الاجتماعيه. يعني الموضوع داخل في اطار الحل السلمي لحل هذه المشكله بين الدول الثلاثه. ده استعراض تاريخي، انا ما يهمنيش لانه ده مش هندسه قوي، يعني بس استعراض تاريخي في اطار ماده تاريخ العلوم الهندسيه. انا اللي يهمني من ناحيه الارقام اللي هي زي ما قلت لكم اللي هي الحته بتاعت ايه الايرادات المختلفه لروافد نهر النيل. احنا عندنا في كليه الهندسه عندنا موسوعه حوض نهر النيل كامله متكامله موجوده في المكتبه في كهربا، 74 كتاب، ودي المحطات القياس كلها الموجوده في نهر النيل. واحنا عملنا عن طريق اكتر من 80 طالب في تدريب صيفي، وبدانا ندخل الداتا دي كلها، وقدرنا نوصل لتحليل البيانات الموجوده فعليا. يعني ال 50 مليار اللي احنا بنتكلم عليها هي مش 50 مليار، هي 46.6 من واقع البيانات المحدثه. ففي اختلاف بسيط، يعني العطبره 11.5، النيل 34، فالارقام ديت اللي بيجي عند اسوان 60.3، امال ليه ال 84؟ لانه في استخدام حصه السودان
وفي البخر اللي هو اللي واصل في الفرق. الكلام ده على داتا اللي اكتر من سنة 72 ل 2002، فيمكن اختلاف بسيط في الارقام، لكن من واقع موسوعة حوض نهر النيل، لان مصر عندها مجموعة ضخمة من محطات القياس في السودان عن طريق ادارة الري المصري الموجودة في السودان. ده تقريبا زي ما انت تشوف نهر النيل، النيل الازرق بيدي الكمية دي، عطبرة، والنيل الابيض. فتلاحظ ايه؟ تلاحظ انه قبل شهر يونيو تقريبا ولا حاجة، يعني كان تتصرف تقريبا 100 متر مكعب على الثانية، لكن بتوصل كميات ضخمة جدا. ففترة الفيضان هي القيمة الأساسية، وتلاحظ ان النيل الأبيض تقريبا معدله ثابت. ليه بيقل في الفترة دي؟ لأنه مع بداية الفيضان السودان بتقفل خزان جبل الأولياء، ما بتعديش في مية، فتجد انه إيراد نهر النيل الأبيض تقريبا ثابت على مدار السنة. عطبرة صفر، عطبرة ممكن تعديه على مدار السنة صفر، ولكن بيزيد شوية في وقت الفيضان اللي هو بيديك ال 11.5 مليار. وطبعا المورد الأساسي لمصر والسودان اللي هو النيل الأزرق، هو ده اللي عليه المشكلة الأساسية. دي التلتين المحاضرة اللي خاصة بنهر النيل وروافده، نستعرضها كده تاني بسرعة. المعلومات الأساسية يعني إيه التخزين وإيه فكرة التخزين، شوية معلومات أساسية عن مصادر المياه في مصر من مراجعة من المحاضرة اللي فاتت، الدول بتوع حوض نهر النيل ال 11 دولة لازم تكون عارفهم وعارف برضو معلوماتك، يعني انت لازم تكون عندك معلومات انك انت تتابع الحالة الاقتصادية في الدول، تتابع الاخبار اللي بتحصل فيها. نهر النيل اطول انهار العالم، كلام جميل، بس كمية المية بتاعته تعتبر ولا حاجة جنب نهر الامازون. الامازون 50 مرة قد نهر النيل، واخد بالك، مع ان الامازون اقصر، بس مش دي يعني الموضوع مش احنا عندنا اطول نهر في العالم، بس ما هواش كمية المية. يعني نهر الكونغو ده بيعدي 1200 مليار متر مكعب بيترموا في البحر في المحيط الاطلنطي. التحديات الموجودة لازم تكون عارف برضو السدود الثمانية المقامة على نهر النيل، السد العالي وخشم الجربة وتيكيزي وروسيرس وخزان اوين وسينار وجبل الاولياء ومروة، الاقيهم على الخريطة لو اتطلبت. الرسمة دي هي المهمة، انك انت تكون عارف ايرادات نهر النيل ورسمها كراجل مهندس بايرادات بالارقام. دي تفصيلا لقناه نهر قناه جونجلي والبحيرات اللي عندك، فيكتوريا وكيوجا والبرت وادوارد، ايرادات نهر النيل. الصوره دي بس لمعلوماتك عشان تبقى عارف يعني النيل الابيض والنيل الازرق. تعرف حاجه فيها اسمها اتفاقيه الاطاريه، النايل بيزن انيشيتيف، مبادره حوض نهر النيل، والاتفاقيه الاطاريه اللي عملت المشكله من مايو 2010. واللقاء ده برضو لازم تكون عندك فكره، اكيد انتوا انا بتكلم من ناحيه خلفيات الموضوع، لان الموضوع ده هو موضوع الساعه في مصر. لجنه الخبراء الدوليه، الفكره دلوقتي السياسيه احنا بنتعامل مع الموضوع ايه؟ موضوع اللي هو عن طريق ديكلاريشن اوف برنسبلز او اتفاقيه اعلان المبادئ المشتركه، العشر مبادئ دول، واهمهم طبعا بناء الثقه. يعني لو انت لغيت التسعه التانيين وقلت بناء الثقه، هتلاقي التسعه دول التانيين داخلين فيهم. نظرة تاريخية، معلوماتك العامة. احنا برضو عندنا الكلام ده. نبدأ دلوقتي للسد العالي. مصر فكرت في السد العالي سد عملاق، ليه؟ لانه تذبذب ايرادات نهر النيل. طول السد تقريبا 3600 متر، يعني تقريبا 3 كيلو شوية، ارتفاعه 111 متر، وده سبب يعني لما فكرت مصر انها تعمله بعد ثورة 1952. الموضوع ده كان الهدف القومي الاساسي، وكان في وزاره مخصوصه اسمها وزاره السد العالي، الاف العمال المصريين قاموا بالمشاركه فيه. اتكونت اكبر عملاق، بحيره عملاقه، اللي هي بحيره ناصر او بحيره السد العالي، طولها 500 كيلو، مسطحها 6000 كيلو متر مربع، ودي بحيره صناعيه، دي الحصاله بتاعت الميه اللي في مصر اللي شايله تقريبا فوق ال 170 مليار متر مكعب من الميه لما تكون البحيره مليانه. طبعا البحيره بتتغير مناسبها، ولكن لا يوجد ادنى شك في أهمية الدور السد العالي. يعني دور السد العالي لولا كانت مصر في السنوات التسع العجاف اللي هو الإيرادات بتاعتنا كانت عانت من مجاعة شديدة. وخير مثال على ذلك أنه سنة 1913، ودي أقل سنة جالنا فيها مية، كان إيراد نهر النيل بدل 84 بقى 45 مليار متر مكعب. مصر عانت من شح في المياه، وانهارت البورصة بتاعتنا، بورصة القطن اللي كانت، وكل الاقتصاد الزراعي انهار تماما، لأنه إيراد نهر النيل دي أقل سنة جالنا فيها كمية مية. لذلك بدأت وزارة الري من بعديها عن طريق ثلاث علماء كانوا شغالين، منهم اثنين انجليز، بلاك وهيرست، واحد اسمه سميكا مصري، عملوا حاجة اسمها المجلد السابع في موسوعة حوض نهر النيل.
والمجلد ده طرح 10 مشروعات. انا بحاول ادرس معاك عشان ندي لكل واحد حقه في فكرة السد العالي، مين صاحب الفكرة. فوزارة الري المصرية لم تكن هي صاحبة الفكرة في انشاء السد العالي. التلات علماء دول في مشروع الحوض نهر النيل 1946 عرضوا 10 مشاريع للتخزين او استقطاب الفواقد عشان نحل المشكلة بتاعة 1913، من ضمنها التخزين في بحيرة تانا، من ضمنها استقطاب الفواقد، مشروع قناة جونجلي، مشار، مشاريع كبيرة، 10 مشاريع موجودة في الكتب. لكن اول واحد كان صاحب فكرة انشاء السد العالي كان مهندس مصري من اصل يوناني اسمه ادريان دانينوس في اكتوبر سنة 46. ومن سنة 46 لما اعلن الفكرة، لما بلاك ويرس وسميكا طلعوا الكلام ده في اول 46 وقال له 10 افكار، هو قال لهم معلش احنا احسن حاجة نعملها هي السد العالي. السد العالي، وحاول يقابل بعض العلماء، اوبير ودي ماركي ده ايطالي، وده فرنساوي ايطالي، وايت ده انجليزي، وجاليولي ده واحد ايطالي كان عايش في اسكندرية. وفضل من 46 ل 52 وهو ليس ده مهندس زراعي، ما كانش، كان مهندس زراعي وما كانش مهندس في الري، وهو كان تبنى فكره مشروع السد العالي وبيقول ان ده الامل بتاع مصر. لما قامت الثوره، الثوره قعدت معاه وقدر يقنع مجلس قياده الثوره. لما اقنعهم ما اقنعهمش بفكره الميه، اقنعهم بفكره الطاقه. كان ساعتها مصر قال لهم هنعمل سد عملاق هيعمل لنا 2100 ميجا وات من الكهرباء، يعني تقريبا 3 اضعاف الكهرباء اللي موجوده في مصر ساعتها. فالثورة يوليو ما كانش عندنا في مشكلة في الري إلا في الإمدادات في سنوات العجز، ولكن تم الموافقة لأنه كان عبد الناصر ساعتها عايز يعمل ثورة صناعية كبيرة وبدأ السد العالي. لكن هل الفكرة، هل السد العالي عندنا يقدر يواجه في موضوع زي سنة 1913؟ هتبقى صعبة، خصوصا لما 9 سنوات بيقل. يعني احنا سنة 87، لو سنة 88 ما كانش جالنا فيضان كانت مصر هتعاني من مشكلة في إمداد المياه. وفي المجلد العاشر هم ذات نفسهم بلاك وهيرست وسميكا لما نزلوا المجلد العاشر بعد لما اعتمدوا فكرة السد العالي، اعترفوا داخليا ان الفكرة دي هي كانت الفكرة الموجودة، بس هم كانوا معترضين عليها، بيقول لك احنا عشان كمية الفواقد الضخمة. ولكن الفكرة الاساسية انه هنا رأي وزارة الري كان العشر افكار كانت قصاد الفكرة بتاعت ادريان دانينوس اللي طرحها واللي فعلا اتنفذت. ده نسخة من المجلد السابع وده نسخة من المجلد العاشر، وهتلاقي عاملين باب مختص بيه انه من احد الافكار اللي هو ايه خزان بحيرة تانا. وذكرنا انها لا يمكن ايراد العجز كفيضان 1913 الا عن طريق اننا مواجهة العجز في السنوات المنخفضة الشاذة. وبرضه نفس الكلام في المجلد الثاني اللي هو العاشر اللي هو اللي طلع سنة 61 بيؤكدوا على هذه الفكرة، انه الاساس عشان الموضوع المحافظة على مياه النيل المستقبل هو موضوع التخزين في هضبة النيل، حضن النيل الأزرق. الفكرة الأساسية السد العالي هو سد من الركام تقريبا منسوبه هنا، آسف المنسوب ده 192، منسوب هنا في حاجة اسمها نواة من الطين، ستارة من الطين منسوبها نيجاتيف 55. يعني عندك المنسوب هنا الستارة دي عشان كمية المية السيبج من تحت ما تعديش، بحيث ان السد ده روكفيل دام اقصى منسوب عندك في الامام هنا 183 او 182-60 ومنسوب الخلف 111، يعني المية جاية عندك من هذا الاتجاه. طبعا السد عرضه من تحت المسافة دي تقريبا 970 متر يعني كيلو، فعمل عملاق جدا. كل ده دي كروس سيكشن من الصخور العادية، وفي عندك رمال ناعمة ورمال مدموكة، ودي ابار تخفيف. تخفيف ليه؟ التسرب المية اللي هتتسرب من تحت هنا ده بريشر ريليف ويلز، انها يخفف الضغوط على السد العالي، ومديك الكروس سكشن ده مناسيب المساطيح المختلفة او البيرمز المختلفة للسد العالي. ده فكرة عامة. فيها عندك هنا انفاق اللي هي بتتابع التسرب خلال جسم السد، لانه السيبج ممكن يبقى خلال جسم السد او بيبقى من تحت جسم السد. الفكرة الاساسية انه جنب السد العالي عاملين نفق لتوليد الطاقة، فتلاقي عندك التوربينات موجودة هنا، ادي التوربينات هنا. فالمنسوب عندك 147، يعني المنسوب لو قل على 147 مش هنعرف نولد اي طاقة. فانت بتشتغل التخزين ده كله يعتبر تخزين ميت، وده تخزين حي لحد منسوب 175 لحد منسوب 182-60. فكل المية اللي بتعدي، المية اللي انت بتعدي تحت فرق الهيد ده بتقدر تطلع منها طاقة كهربائية. السد العالي لما اتعمل واشتغل سنة 70 كان بيولد تقريبا في حدود 70% من الكهرباء بتاعت مصر. حاليا النسبة دي اقل من 10% مع التوسعات الصناعية الضخمة في مصر. مميزات المشروع،
طبعا استقرار امداد المياه للاغراض المنزليه والصناعيه، وخير مثال على ذلك اللي هو موضوع سنوات العجز الشديده، زياده معدلات التنميه، قدرنا نزرع الارض 3 مرات في السنه، يعني توسع راسي، انتاج الطاقه الكهربائيه، والتحكم في الفيضان، لانه قبل السد العالي لما كان بيحصل فيضان كانت المياه بتخش على البيوت، وكان الناس بيحصل عمليه وفيات وبتفقد بيوتها. زياده انتاج الثروه السمكيه، شايفين السمكه دي قد ايه، ده بحيره السد العالي، يعني بحيره السد العالي في زياده ضخمه جدا في انتاج الثروه السمكيه. استصلاح اراضي زراعيه جديده، توسع افقي، زي مديريه التحرير، زي ترعه الاسماعيليه حصل عليها توسعات، برضو نتكلم على امتداد ترعه الحمام، مشروع ترعه السلام اللي في سيناء، وزياده انتاج الاراضي الزراعيه القديمه، التوسع الراسي اللي احنا قلناها دلوقتي. فدول الميزه. ولكن مثلا انتاج الطاقه، السد العالي صحيح بيعمل طاقه، ولكن قلت خصوبه التربه، لازم نقول المشروع اللي ليه واللي عليه. فاضطرينا نعمل مصانع اسمده ضخمه، مصانع الاسمده دي بتستهلك طاقه، لو حبيت تحسب النسبه الصافيه للفايده بتاعت السد العالي في انتاج الطاقه، دي برضو سؤال مهم جدا انت كراجل مهندس. السد العالي قدرته 2100 ميجا وات، ولكن قبل السد العالي ما كانش عندك مصانع اسمده بالحجم اللي احنا بنشوفه في مصر. طب مصانع الاسمده دي بتستهلك طاقه؟ بتستهلك طاقه، لما تيجي تحسب الحسبه صح المفروض تدخل دي قصاد دي. لكن دي ملخص الموضوع ده. عيوب المشروع، كان ساعتها التكلفه الماديه بتاعته عاليه، يعني ساعتها كان ايراد قناه السويس كله رايح لدعم ايه، مشروع السد العالي. زياده ملوحه الاراضي، بنعاني من المشكله دي في مصر، الملوحه بتاعه الاراضي، تدخل مياه البحر المالحه معاها، زياده الاوبئه، لانه ده كان الميه الفيضان لما بيجي صحيح بيسبب مشاكل ووفيات، ولكن بيعمل غسيل للتربه. وطبعا احنا كان عندنا بيجي لنا 84 مليار بيضيع منهم 10 بخر من السد العالي، فده يعتبر عيب رابع من عيوب السد العالي. فقدان مساحه ضخمه من الاراضي نتيجه تكوين البحيره، البحيره دي 6000 كيلومتر مربع، دي كانت ارض فقدناها بقت بحيره، فهل الارض دي ليها قيمه؟ طبعا، لانه منهم كمان 150 كيلو داخل اراضي السودان، واضطرينا نعوضهم في حدود 15 مليون جنيه استرليني في الاتفاقيه بتاعه 59. الترصيف في البحيره مشكله، انك انت الرواسب ديت، البحيره عمرها الافتراضي لو تيجي تحسب كميه الرواسب اللي بتيجي، هتجد ان عمر البحيره تقريبا من 500 ل 600 سنه، يعني بعد 500 600 سنه هيبقى عندنا ايه، مشكله، ان البحيره كلها كميه الرواسب فيها ضخم. نحر الشواطئ ده مشكله كبيره جدا بتعاني منها مصر حاليا، لو تيجي احنا بنصرف تقريبا عمليه حمايه الشواطئ البحر الابيض المتوسط في حدود 500 مليون جنيه في السنه الواحده، ده عن طريق الهيئه العامه المصريه لحمايه الشواطئ، انت تقدر تشوفها في اسكندريه وتقدر تشوفها في منطقه البرول، يعني عندنا في مشكله في النهر في الشواطئ نتيجه انه مفيش فلو طالع من نهر النيل للبحر. نقص خصوبه التربه، ودي المشكله اللي توسعنا فيها في صناعات الاسمده. الراجل الديزاينر اللي عمل السد العالي وهو بيعرض الكلام ده، لازم تعرف انه مشروع عملاق زي ده، اي مشروع عملاق يبقى ليه اثار ايجابيه واثار سلبيه، وعمليه الموازنه دي عمليه في منتهى الصعوبه. ومش كده وبس، ده في بعض الاثار الايجابيه والسلبيه لا تكتشف الا بعد عشرات السنين من انشائه. من ضمن الحاجات اللي هقول لكم مثلا اثر من الاثار السلبيه، نقص كميات اسماك السردين. فاحنا قبل السد العالي كان الميه بتخش للبحر، فالسردين بيهاجر، السردين بيبقى جاي من اليونان، بيجي عندنا في وقت موسم الفيضان في شهر سبتمبر بيتكاثر وبيرجع تاني، فاحنا كنا بنصطاد السردين. فدلوقتي ما بقتش العمليه دي، لما بقاش في عندك فلو من ميه النهر النيل بتخش للبحر الابيض المتوسط، فنقص في كميات اسماك السردين ده تترجم كفلوس او اثر سلبي اجتماعي على الناس اللي ساكنين في رشيد ودمياط وشمال محافظه كفر الشيخ. لو انت رجعت لاي حد في عيلتك من الناس الكبار هيقول لك السردين دلوقتي ما فيش زي زمان. زمان كان موسم السردين وقت الفيضان كان كميات ضخمه، فده يعتبر اثر سلبي. هل الراجل اللي عمل ديزاين للسد العالي سنه 1960 كان في دماغه الموضوع ده؟ ما كانش الموضوع ده وارد بنفس القوه. مش كده وبس، في اتفاقيه ثانيه اللي هي بتاعت البايو دايفرستي، ده اثر سلبي، السردين ده اثر سلبي، لكن في اثر ايجابي او سلبي الله اعلم. يعني مثلا في الديلي نيوز في سنه 2010، المشكله الاساسيه انه بحيره السد العالي اللي هي اللي هنا دي، مصر في الستينات مضت اتفاقيه اسمها البايو دايفرستي، اننا نحمي جميع الكائنات الحيه زي حيوان الباندا والطيور مش عارف ايه والحاجات اللي ملناش فيها دي خالص، وكان في من ضمنها التماسيح، فمضينا اننا ايه، مش هنقرب من التماسيح، لان التماسيح ديت تعتبر من الحيوانات المعرضه للانقراض.
ولكن طبعا مع وجود بحيرة السد العالي فدلوقتي اكتر من 60% من تماسيح العالم موجودة عندنا في بحيرة السد العالي، قيمتهم المالية ضخمة جدا واحنا ما نقدرش نقرب منها بصورة قانونية لان مصر بتحترم الاتفاقيات بتاعتها. فاحنا دلوقتي المشكلة الاساسية في بحيرة السد العالي ان كمية التماسيح دي ضخمة وما نقدرش نصطادها، خصوصا التماسيح ديت الجلد بتاعها غالي جدا، وطبعا الناس بتوع الرفق بالحيوان دول هيقطعونا. فالفكرة الاساسية انه ما تقدرش بحاجة رسمية تعمل الكلام ده لانك انت ماضي كدولة انك انت بتحافظ على التماسيح لانها حيوانات معرضة للايه؟ للانقراض. والمشكلة التانية ان التماسيح دي بتعمل ايه؟ بتاكل السمك بتاع البحيرة يعني عشان تكبر والكلام ده، فبتأثر على الثروة السمكية والامان بتاع السكان المناطق. فالموضوع ده بتحاول الحكومة المصرية دلوقتي انها تدرسه، وده اتنشر انه على انه مصر بتحاول، احنا بنحترم الاتفاقية وكل حاجة بس عايزين نطلع من حتة الايه؟ التماسيح. فطبعا اللي عايز اقوله بغض النظر على التماسيح ولا ايه، بس الفكرة الأساسية الراجل اللي كان بيعمل ديزاين لمشروع السد العالي ما كانش في دماغه انه هيطلع عندك في بحيرة السد العالي 60% من تماسيح العالم هتبقى موجودة. والبيبي كروكودايل ده لو انت بصيت في ده ثمنه غالي مثلا في حدود 2000 3000 دولار يعني انت ممكن، وفي طبعا حاجات غير قانونيه بتتم هناك من الاهالي ان هم بيشتغلوا على التماسيح. فالمقاله دي موجوده وكان من ضمن الحاجات اللي اتنشرت فيها. لكن عايز اقول يعني مشروع عملاق زي ده من الممكن انه ليه اثار ايجابيه وسلبيه على المدى المتوسط او البعيد، الراجل اللي بيعمل ديزاين ذات نفسه مش واخد باله منها. فاتمنى بس المحاضره تكون عجبتكم، واحنا يهمنا كناس مهندسين الموضوع ده، يبقى انت حتى لو في اي تخصص هندسي هتتخصص بعد كده فيه لازم يكون عندك معلومات اساسيه عن نهر النيل، لانك انت الحنفيه بتاعت بيتكم لما تيجي تفتحها بتنزل فيها ميه، الميه دي جايه لك من فين؟ الميه دي فوق ال 95% منها مش جايه من مصر، جايه من دول من بره مصر. فاحنا النظام المائي في مصر بيعتمد على دول من خارج مصر، لازم تعرف الدول ديت كميه الميه دي بتيجي من فين نسبيا من الدول ال 11 التانيين دول. يهمنا جدا انك انت برضو تعرف السدود ديت هل السد ده ليه اثار ايجابيه ولا سلبيه على مصر. طبعا لازم يكون احنا كل حاجه ضامنين الامن المائي المصري، وخصوصا ان الموضوع ده في منتهى الاهميه للمستقبل الاجيال القادمه. الامل المهم جدا هو موضوع استقطاب الفواقد، ده الحاجه الوحيده التعاون المثمر اللي ممكن يزود ايراد نهر النيل، وده احد المحاور المهمه جدا. اتفاقيات والكلام ده كله برضو يكون عندك اويرنس او وعي انك انت بالحاجات المحيطه بيك. والسد العالي كمشروع لان هو ده اكبر مشروع مائي في مصر واهم مشروع او اكبر منشأ في مصر اهمهم استراتيجيا هو السد العالي ده بدون ادنى شك. فالمعلومات دي تهمني جدا انك انت تكون عارفها وتحاول برضو تزود من ثقافتك في المجال ده ان شاء الله. بالتوفيق جدا ليكم وشكرا، المحاضرة خلصت.